اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا الكرام، نرجع معاكم لاستوديو صباحنا مصري للتعرف على احوال الطقس لليوم. تتوقع هيئه الارصاد الجويه ان يشهد اليوم السبت طقس معتدل على القاهره والوجه البحري، رياح معتدله شبوره مائيه صباحا، طقس معتدل على السواحل الشماليه الغربيه، مائل للدفء على السواحل الشرقيه، الرياح هتكون معتدله وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدله. كمان اعزائي المشاهدين، هيئه الارصاد بتتوقع النهارده ان يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد والرياح معتدله، ايضا طقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح هناك معتدله، زي ما احنا شايفين كاميرتنا من مزبيرو بتشوف شوارع القاهره كلها او المنطقه طبعا اللي هي كورنيش النيل الجميله، وازاي حركه السيارات ماشيه، ولو ان في واضح شبوره بسيطه جدا، لان مدير اداره التنبؤات الجويه بالهيئه العامه للارصاد اكد ان البلاد تشهد شبوره مائيه كثيفه في الصباح ولو كانت اكثر على السواحل الشماليه والوجه البحري ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع امكانيه حدوث امطار خفيفه على بعض المناطق من السواحل الشماليه الغربيه. تتوقع هيئه الارصاد ايضا ان يكون الطقس شديد البروده ليلا على القاهره والوجه البحري، بارد على السواحل الشماليه وعلى جنوب سيناء، شديد البروده على شمال وجنوب الصعيد. يعني على العموم النهارده الجو يعني واضح انه معتدل وجميل، بس طبعا برضو شويه من انخفاض درجات الحراره، وتفاصيل اكتر عن بيان درجات الحراره المتوقعه على كافه محافظات الجمهوريه هنشوفه مع حضراتكم دلوقتي.